مساوي A0 هي 0 صح لا زائد summation من N تساوي 1 إلى ما لا نهاية للـ AN0 صفرة اللي بجنبها منارة زائد الـ BN اللي هي الفورمة الأخيرة لها اللي هي 2 على باي في N في 1 ناقص كوساين باي N مضروب في شنو في ساين N أوميجا نوت تي N أوميجا نوت تي اللي هي باي ولا أوميجا نوت فباي في N في T فمعناها X of T هذه شنو تساوي؟ تساوي 2 على أو summation ها summation من N تساوي 1 إلى ما لا نهاية الاثنين على باي في ان في واحد ناقص كوساين باي في ان باهي هو وفي ساين الباي في ان في دي تو هي هذه عرفتها لو تبي تجي تفكها تو هذه كلوزد فورم ولا لو تبي تجي تفكها اول سهل حط الان بواحد ومره باثنين ومره بثلاثه ومره باربعه وهكذا عرفوا التي لا لا متغير مش هي كانت سيجنال ولا فانكشن في التي ولا قاعده فانكشن في التي فالتي نبوها في الاخير ممكن في الاكسبرشن لكن ما نبوهاش في الاي ان والبي ان والاي زيرو بها تو هنا انتم اموركم تمام فتعالوا معي نبغى نشوف متطابقات رياضيه من خلالها نجيبوا الاكسبوننشال فورم بها اول حاجه انتم عارفين المتطابقه هذه اي كوساين اكس زائد بي ساين اكس شنو تساوي هذه؟ A كوساين X زائد B ساين X شو نساوي؟ يعني لما يبدأ عندك كوساين زاوية زائد ساين نفس الزاوية والمعاملات بتاعهم يعني نفس الشيء ولا مختلفات يعني سوا سوا تمام شنو يساوي؟ سوا واحد يعني كوساين تربيع X زائد كوساين تربيع X تعطي واحد هذه ممكن لو هذه كوساين في كوساين هي نفسها كوساين في كوساين ثابت جديد اسمها سي كويس في نفس الكوساين بتاع الاكس لكن في زاويه اسمها تيتا مثلا فهمت فكره كيف؟ ثابت جديد اسمها مثلا سي كويس وزاويه تيتا لكن شن علاقه السي بالاي والبي ما؟ يقول لي السي هي وتر هي جذر تربيع لاي تربيع زائد البي تربيع والتيتا اللي هي شن تساوي؟ ماينس تان انفيرس معامل الساين يعني معامل الكوساين هي بي على اي مش عارف هل واخدينها قبل في رياضه 2 ولا لا باهي خلينا نتاكد ان هذا الكلام صح قبل ما نمشي باهي مثلا خذ اي اكزامبل مثلا لها بالرقم باهي مثلا نجوا نقولوا مثلا هاي 3 كوساين مثلا 60 زائد مثلا 4 في ساين 60 طب هذه انت تحسبها بالحاسبه طول لا يطلع رقم مزبوط ولا ومرات ليش نديلها هي نحولها على شو تبدا التحويله بتاعتها؟ جذر تربيع الى 3 تربيع زائد 4 تربيع هذا السي وكوساين نفس الزاويه هي 60 ماينس تان انفيرس معامل الساين وين الساين 4 يعني معامل كوساين 3 فهمت فكره كيف؟ حتلاقيها فارق نفس الرقم بالضبط فهمت كيف ولا؟ فهذه اللي يمكن نوضحها توا قبل ما ناخذ خطوه قدام تمام ترى ايش بدك؟ كان يدك انت جافة قوة ما توا معناها توا ردوا الملحوظة هي المتطابقة هذه نبغى نستفيدوا منها يعني كونستنت في كوساين زاوية زائد كونستنت في ساين نفس الزاوية لأن هذا اللي صاير في الفورمة بتاع فوريير شو موجود غادي يفصل قوس؟ في ان كوساين ان اوميجا نوت وبان في ساين نفس الشيء ان اوميجا نوت راح معناها هذا شو بنديروا له توا معناها توا اللي حنديروه حنقول يا راو ان في كوساين ان اوميجا نوت في تي زائد بي ان في ساين ان اوميجا نوت في تي هذا توا شو بتحطوا بداله سي ان ما هي عندك اي ان وبي ان خلينا نجيبوا تاب جي اسمها سي ان في كوساين نفس الشيء ال ان اوميجا نود ودي لكن زايد في تيتا نسموها تيتا ان حيث ان السي ان شنو علاقتها بهم قلنا تو سي ان وتر ولا هو جذر تربيع ل اي ان تربيع زايد بي ان تربيع هذه السي ان شنو تساوي؟ باهي و التيتا ان شنو تساوي؟ زاويه ماينس تان انفيرس صح؟ ماينس تان انفيرس معامل الساين اللي هو بي ان على ان يعني معامل كوساين لهنا كويس هنا ولا؟
تو معناها بدار هو شم شم بتحط توا الشيء هذا لا برا غادي صح معناها هتبدل اكس اوف تي تساوي اي زيرو زائد سميشن من ان تساوي واحد الى ما لا نهايه بدار هذا كله بنحطه هو توا سي ان في كوساين ان اوميجا نوت في تي زائد تيتا ان كويس هنايا 10 من 10 تو ركزوا معي شويه بهاي نقدر انا نقول لك ان سي ان مش تساوي جذر تربيعي ل اي ان تربيع زائد بي ان تربيع راح هيك قلنا من هنا راح صح بعد راح احط الزيرو سي زيرو شنو تساوي جذر تربيعي ل اي زيرو تربيع زائد بي زيرو تربيع راح فمعناها لما تحط الان بي زيرو انت ترى جرب حط الان بي زيرو ليه ساين زيرو ايش يعطي هذا ما فيش معناه ما فيش حاجه اسمها بي زيرو لكن كوساين الزيرو شنو يعطي واحد معناها اي زيرو معناها سي زيرو هي نفس الاي زيرو سي زيرو هي نفس الاي زيرو معناها الفورما جديدة توا هذه هي الفورما جديدة اللي هي شنو يسموها بولا فورم هي اكس اوف تي بتاعها شنو تساوي عندك سي زيرو زائد سميشن من ان تساوي واحد الى ما لا نهاية لسي ان في كوساين ان اوميجا نوت في تي زائد تيتا ان ما زال هذه اللي هي منبوش نوصلوا لها الاخيرة بكرة هذه اسمها بولا فورم هذه صورة ثانية أو سموا فيها اسم ثاني لما تفتح كتاب لاتي سمي فيها كومباكت فورم عرفوا تو من هي اللي بنجيبوا الاكسبوننشال تمام تعمل اللي بنوصل وصلنا هي وصلنا خلاص عارفين متطابقة جديدة اللي هي شو تقول اي اس جي تيتا شو تساوي؟ ايه الفورمولا تساوي كوساين تيتا لا زائد جي ساين تيتا صح ولا؟ بكان ايوس وفي في سار فوق ايوس ماينس جي تيتا شن تبدا؟ كوساين تيتا ماينس جي ساين تيتا لا؟ صح هو تراش مع المعادلتين شن يبدا هنا ترى؟ ايوس جي تيتا زائد ايوس ماينس جي تيتا لا؟ ومن هنا كوساين وكوساين ني كوساين تيتا لا؟ وهذا وهذا يكنسلوا بعضهم معناها زيرو ما شندك لا؟ معناها الكوساين تيتا هي اساسا شن تساوي؟ ايوس جي تيتا زائد ايوس ماينس جي تيتا على 2 هذه مهمة علبة انك انت تعرف ان الكوساين تعبر عليها بدلالة الاكسبونيشن باهي شوف هيا ترى شيء هذه هنا هنقول ان الاكس اوف تي تساوي سي زيرو لا صح هو زائد سميشن من ان تساوي واحد الى ما لا نهاية سي ان قاعدة سي ان هذه سي ان هذا هي 2 هي 2 تو بدال كوساين الحاجه ايش بنحط بدالها ليه؟ ايوس جي الحاجه زائد ايوس ماينس جي الحاجه على 2 هاي 2 حطيتها تو شو بنحط هنا؟ ايوس جي نفس الشيء بالضبط او اردها احطها اللي هو شنو هو؟ ان اوميجا نوت في تي زائد تيتا مع بعضها زائد ايوس ماينس جي ان اوميجا نوت في تي زائد تيتا كويس ترى ركز على حاجة كويسة توا توا الإعداد بتاع الإن منين يمشي؟ من واحد لما لا نهاية لما تحط هنا واحد ومش هنا في إشارة سالبة راح يبدأ في واحد وسالب واحد لما تحط الإن باثنين اثنين وسالب اثنين لما ثلاثة ثلاثة وسالب ثلاثة لما مليون مليون وسالب مليون لما إنفينيتي إنفينيتي سالب إنفينيتي صح بإيش رأيكم إحنا ناخذ واحدة منهم ونخلو السميشن من سالب إنفينيتي لإنفينيتي سهلة ولا علاش انا هي في لما انت حطيت الواحد لقيت واحد وسالب واحد لما حطيت اثنين لقيت اثنين وسالب اثنين لما حطيت ثلاثة معناش علاش نكثروا في الدوار معناها نقدر نقول ان هي نفسها الاكس اوف تي هذه تساوي سي زيرو تمام زائد سميشن ولا خلي يفوتها السي زيرو تو نقول لك علاش كويس سميشن من ان تساوي سالب ما لا نهاية الى ما لا نهاية اللي هنا عندك سي ان على اثنين وناخذ الطرف الواحد بس ناخذ طرف واحد منهم بس ايوس جي عرفتها هي نقدر نفكها لا تبدا ايوس جي تيتا ان وهذه شنو ايوس جي ان اوميجا نوت تي كويس هل هذا الكلام صح ولا مش صح؟ حد منكم يقول لي اوكي انا مشيت معاك لما قلت لي واحد وماينس واحد واثنين وماينس اثنين وثلاثه وماينس ثلاثه صفر لا ولكن لما جيت خلاها من سالب انفينيتي لانفينيتي في صفر ما حسبتهاش تقول لك صفر سي صفر محسوب الصفر فهمت كيف؟ فمعناها من سالب انفينيتي الى سالب واحد جت من هنا ومن الواحد لانفينيتي جت من هنا صح ولا لا؟ والصفر جاي من هنا على 100 100 توريتها هو كلها مع بعضها
خديناه وسميناه تابع تجديد هذا الاكسبوننشال فورما اللي هو سميشن من ان تساوي سالب انفينيتي الى انفينيتي ليش لي دي ان ولا زد ان ولا سمع كيف تسمع خلها دي ان باي في اكسبوننشال جي ان اوميجا نوت دي. هذا هو الفورما هذه الفورما الثالثه اللي هي مهمه هلبا باي هذه اللي هي شنو اسمها توا هذه اسمها اكسبوننشال فورما سي زيرو شويه بس حسبتها داخل حسبتها ده لو تبي تحسبها سي زيرو ديها سي زيرو راح اما انت تقصد هنا لا ما تحت خلاص صار حسبتها زيرو يعني محسوب في السميشن ما انا لما تقول لي سميشن من سالب انفينيتي لانفينيتي ايش معناها انا من سالب انفينيتي وبرا لسالب واحد وبعدين زيرو وواحد صح لما حسبناها فهمت فكرك ايه فلاحظوا معي هو الفوريير سيريز ليه ثلاثة فورمات تريجونومتريك فوريير سيريز بداية A0 وال A N وال B N والكمباكت فورم والبولر فورم بدلالة الكوساين بس والسين والثالثة هي الإكسبوننشال فورم باهي تو نبغوا نجوا في الإكسبوننشال فورم شو قصتها الإكسبوننشال فورم هذي من غير المنطقي وغير المعقول إنك أنت تبي تعبر عليها بدلالة الأولاد طول تعطل هالبلا إذا تخيل واحد بيجيبها يطلع الـ A0 والـ AN والـ BN وبعدين يحطهم تحت الجذر باش يطلع الـ CN والـ Theta N وبعدين يجي هنا يقسم على اثنين ويكون فيه زاوية ما جيش ولا؟ يعني هي الـ DN هي أساساً DN هي يا أما نقول CN على اثنين والزاوية Theta N صح لأن هذا مقدار وزاوية ولا؟ صح هو؟ طبعاً أنتم عارفين يا شباب أن EOS J Theta N هي نفسها في الرياضيات واحد والزاوية ثيتا انه لا يما تكتبها بالشكل هذا ولا هذا الصوص زي بعض ها فكرة كيف فهذه طويلة هلبة تمام معناها احنا حنديروا ديرايفيشن معين وصلوا جماعة الاستنتاج ليه ان الدي ان هو ان هو كيف ينحسب؟ ينحسب زي الافرج فاليو بالضبط واحد على تي نوت تكامل من زيرو الى تي نوت بالاكس اوف تي الاصلية لكن مضروبة في شنو هنا؟ بعكس الاشارة ايوس ماينس جي ان اوميجا نوت تي في الدي ان هذا كيف تحسب هذا الدي ان هذا كيف تحسب الدي ان عرفوها تمام هنا يا فتو معناها انت تو كل هذه ما حركزوا حطوا تركيزنا على الاكسبوننشال فورم تو معناها شنو موضوعك سهل هلبة فيه متغير واحد بس اللي هو الدي ان كيف تحسب الدي ان هو اللي هو بالتكامل هذا زي الافرج فاليو واحد على تي نوت في تكامل لبريود واحد علاش نكامل لبريود واحد ان احنا كلنا نعرف ان الاكس اوف تي بريودك سيجنال فمعناها ديما حتكامل على بريود ديما حدود التكامل في الفوريير سيريز على البريود ما فيش تكامل من سالب انفينيتي لانفينيتي عرفوها هذاك في الفوريير ترانسفورم بعدين فهو هذا راح يصورها تو هذه عشان نمشي لواحد